مرحبا، اسمي جون تراست، هذه قناة سولفرز لأخصائي التبريد والتدفئة في هيتاتشي. أهلا وسهلا، نتلقى العديد من الأسئلة في مختبرنا ونود مساعدتكم. نطبق في جونسون كنترولز هيتاتشي سياسة منع الأضرار لعالم آمن ومريح ومستدام. اتصل بهيتاتشي لمزيد من المعلومات. في هذا الفيديو اليوم سنتحقق من دائرة العاكس لنظام هيتاتشي سيجما VRF. قد نحتاج لفحص الدائرة لأن وحدتنا تعرض رمز الخطأ 04 أو 51 أو 53، لذلك سنحتاج إلى قفازات، نظارات واقية، مقياس متعدد، مفكات ومفاتيح ربط. فيما يلي مكونات دائرة العاكس التي نحتاج لفحصها لإصلاح هذه الأخطاء: لوحة الدوائر المطبوعة للعاكس والضاغط. عندما يظهر رمز الخطأ 04 على وحدة سيجما VRF فيعني فشل الاتصال بين انفرتر PCB، الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية. قد يعود ذلك لخلل في انفرتر PCB أو أنها لا تعمل ولا تتلقى الطاقة أو هناك اتصال ضعيف في الأسلاك. إذا حدث ذلك فقد يجب استبدال انفرتر PCB، لكن تأكد بالاتصال بالدعم التقني. إذا ظهر رمز الخطأ 51 فذلك يشير إلى خلل في مستشعر تيار العاكس، لكن رمز الخطأ 53 يشير إلى خطأ في إشارة العاكس. قد تعود هذه الأخطاء إلى خلل في انفرتر PCB، للتحقق من ذلك يجب استبعاد احتمال تضرر الضاغط. لذلك سنقيس مقاومة لفائف الضاغط لفحص حالته. عندما نعرف أن الضاغط ليس هو المشكلة، سنفحص انفرتر PCB. نتحقق من جهد خرج انفرتر PCB. إذا كان صحيحاً، فالمشكلة مرتبطة بتضرر انفرتر PCB. للتحقق من ذلك، نفصل الضاغط من انفرتر PCB. نشغل المفتاح رقم 1 في DSW101 على انفرتر PCB. ونشغل الوحدة. ونستخدم المقياس المتعدد للتحقق من أن جهد خرج PCB متجانس. تشير القيم المتجانسة إلى أن الضاغط يعمل جيداً، لكن هناك مشكلة ميكانيكية يجب تغيير الضاغط. وتشير القيم غير المتجانسة إلى وجود مشكلة كهربائية يجب تغيير انفرتر PCB. الآن يمكننا توصيل الطاقة وإعادة التشغيل. إذا ظهر رمز الإنذار مجدداً نعلم أن هناك خللاً في لوحة انفرتر PCB، وإذا لم يظهر يجب فحص لفائف الضاغط كما هو مبين أعلى. ومع ذلك يجب الاتصال بالدعم التقني في هذه الحالة، لكن إذا أجريت هذه الاختبارات مقدماً فستوفر الوقت والمال، إذ يجب إجراؤها لتحديد سبب هذا الخطأ. آمل أن يفيدك هذا الفيديو في حل مشكلتك. يمكنك زيارة قناتنا على يوتيوب لأي معلومات أخرى، وتذكر أن مركز الاتصال في خدمتك دائما. تحية لعاملي التركيب، وتذكر كن محترفا واستمتع بعملك.